أحداث مسلسل المختار الثقافي تأتي وفقاً لمصادر معتبرة لدى جميع العلماء المسلمين كتاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من المصادر التاريخية. فإنتاج هذا المسلسل يعتبر محاولة لتسليط الضوء على حقائق مهمة من تاريخ صدر الإسلام، ويصور لأول مرة جرائم يزيد بن معاوية في واقعة الطف، حيث استشهد فيها سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي سنة 61 للهجرة. كما يسلط الضوء على وقعة الحرة التي أجمع المؤرخون على وقوعها، حيث أكدوا مقتل 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق بدري بعد ذلك. ويصور المسلسل أيضا كيف رمى جيش يزيد الكعبة المقدسة بالمنجنيق. يهدف هذا المسلسل أن تطلع الأمة على وقائع تاريخية لإقامة حوارات بناءة لإرساء دعائم الوحدة وتوطيدها بين أبناء الأمة الإسلامية. فري بورز عرب نيا في دور المختار الثقافي. الموسيقى أمير توسلي، المكياج مسعود والبيكي،
المونتاج مهدي حسيني وان، هندسة الصوت إيرج شهزادي. إدارة التصوير عظيم جلال روح. الإنتاج محمود فلاح. الإخراج داود مير باقري. بعد مقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، بايع المسلمون ولده الأكبر الحسن بن علي خليفة على المسلمين، لكن معاوية بن أبي سفيان الذي كان واليا على الشام نصب نفسه خليفة على المسلمين بلا منازع، وأعلنها حربا شعواء على الحسن بن علي. وبهذا أمسى المسلمون في صفين متخاصمين متقابلين، والمدائن وضواحيها التي كانت قبيل الفتح الإسلامي عاصمة للدولة الساسانية الفارسية أصبحت خاضعة للدولة الإسلامية ومجاورة لعاصمتها الكوفة. وصار الكثير من التجار وأشراف العرب وخليط من عامة العرب والعجم يسكنون منطقة المدائن. المدائن عام 41 للهجرة. انظر إلى سنابل القمح في حقلك وكأنها فتيات ناضجات، انظر إليها كيف تتمايل بعز ودلال. لقد جعلت الذهب المصفى خجلا أمام ما أنميت من جمال النعمة. كيف لا، والأرض والبذرة من حلال، وصاحب الأرض كريم، والرعية راضية، وربنا عادل، فكيف لا نحصد ذهبا أيها المختار؟ إذن فلنبدأ بالحصاد قبل وصول جراد عمرو بن العاص وآفاته الشامية، فمن المؤسف أن يصبح الموسم لقمة لأولئك الشياطين. بسم الله، هذا هو الحاصد وهذا المنجل ينتظرك، فبارك أنت بباكورتها يا مختار. توكلنا على الله. يا إلهي، يا رب السماوات والأرض، شكرا لك على كل شيء، شكرا لك على ما أنعمت علينا، وشكرا لرحمتك لنا نحن الضعفاء والمساكين والفقراء. شكرا لك على كل شيء، وتقديرا لما بذرت للماشية من هذه النعمة شيء وقليل منها للزواحف، وشيء لأبناء السبيل والمحتاجين والفقراء، وبفضل همم الرجال العالية ونفوسهم الحمية شيء منها للضيف والفلاح، وليخسئ الحسود والنمام والحقود، وليكن هذا الحقل الطاهر في رعاية الحق، فيا إلهي بارك في حبات هذا الحقل الذهبية. آمين يا رب العالمين. صلوات على محمد وآل محمد.
أصيح كي لا يغضب الحيوان. حذار يا أبا إسحاق، فالحيوان اللعين هذا وحش كاسر، إذا أحس بالخطر دمر كل شيء. الآن أكثر من الصياح والضجيج حتى يخرج من الحب. أرجوك يا أبا إسحاق، أيوة. هذا الحيوان غاضب، أيوة، وقد يلحق بك الأذى. أتقتحم حبل صائد الأسود لتلتهم حبات القمح الذهبية؟ هذا الوحش المشؤوم. انظر كيف تورم من فرط ما أضخم من ازدراد القمح، ليتنا قطعناه إربا إربا. هذا الخنزير مصاب بسهمين اثنين. سهمان قليلان على هذه الجيفة المتعفنة أيها المختار، بصراحة ليتك مزقته بمئة سهم. لكنني لم أسدد سوى سهم واحد. لابد أن السهم الثاني قد جاء من الغيب. أيها البطل الذي أبدل السيف بالرفش والمسحات، ألا تحتاج إلى عامل؟ لما لا؟ انظر إلى تلك الغربان، إن هذا الحقل بحاجة إلى فزاعة. سأعطيك أجرا مناسبا، فهل تقبل أن تطرد الغربان؟ هذا الكرم ليس غريبا على من باع الدرع والسيف بالمنجل والمسحات. أرجوك اسمعني جيدا يا مختار، وكن منصفا كما كنت على الدوام. ألا ترى أن السيف يزرع بحاله؟ إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ حياك وبياك يا رجل الحرب والجهاد. طاب يومك يا رجل الزرع والضرع. أهلا وسهلا ومرحبا بالمنافس الوحيد للمختار في ميادين الطراد. حييت أيها الفارسي الوفي. حياك الله أيها العربي الأبي. آه لو علمت كم اشتقت إليك. روحي وجسمي فداء لهذا الصديق المشتاق. تعال، لقد أتممت علي متعة هذا الحقل في هذا العام. حرام ما تفعل أيها الرجل، حرام يا مسلم. لماذا حرام؟ لأن لحم الخنزير محرم، ألا تعلم؟ لو كانت ميتة كلب بدلا من هذا الخنزير، هل كنت ترغب فيها؟ هيا قل لي بضميرك. أين لحم الكلب من لحم الخنزير؟ هذا خنزير كان يتغذى من القمح الذهبي، وهو الآن كأنه خروف سمين، لحمه ذو فوائد كثيرة. وأي فائدة في لحم هذا النجس؟ حرارة جلده المسلوخ تعالج ألم الرجل فورا، ولحمه مقوي جدا. أنا لا أصدق ما أسمع، هل أسلمت حقا يا هذا أم لا تزال مجوسيا؟ ما سبب هذا الجدل؟ هذا الرجل يكاد أن يجننني يا أبا إسحاق. هذا الشره المهووس يشتهي شواء لحم الخنزير، ولا يقبل أي دليل على أن الخنزير لحمه حرام، بل يزداد جدلا من دون علم. مرحبا بك، ها قد قرت عيوننا بجمالك أيها البطل.
أهلا وسهلا يا كيان. حييت يا ضربي، رعاك الله. حفظك الله أيها الحبيب. أنت أيضا حدث هذا الجاهل عن لحم الخنزير وتحريمه في الإسلام. قباب، فضلا عن الفوائد التي ذكرتها، فيه عيب كبير، إذا أكلته ستندم. وما هو هذا العيب؟ سيولد في أمعائك دودة تصيبك بالحكة الشديدة وتصيبك بالحساسية. حقا؟ جرب وسترى. لا أيها البطل، الحساسية شيء مؤلم كما أنه شنيع أيضا. رحم الله أمواتك جميعا يا بطل. في الواقع لقد كل لساني من مجادلة هذا المعاند، ثم إن أكل لحم الخنزير يزيل البركة من هذا الحقل. يا ضربي، هات طعاما يليق بقائد من قادة جيش الحسن بن علي. سمعا وطاعة. صلوا على نور النبي المصطفى وآله. سموا بالله وتفضلوا، إنه شواء لحم الحجل. ألا تريد أن تسألني من أي نار كبرى أنا آت؟ لا حاجة لي بالسؤال، أنا أعلم أنك آت من حرب لا غالب فيها إلا معاوية ولا خاسر فيها إلا الحسن. أهذا فقط؟ لا أبدا، ليس هذا فحسب يا كيان. لي معك منذ زمن عقد إخاء ومودة، وما جئت من الكوفة إلى المدائن إلا لأكون قريبا منك، وأقسم بالله إني لن أبدل شعرة من شعر رأسك بآلاف رؤوس القوم من هؤلاء المتقلبين من أهل الكوفة. اسمع جيدا ما سأقوله يا كيان. منذ اللحظة التي شككت بها سلاحك وارتديت لامتك، ارتعد جسمي خشية عليك. ألا تريد أن تنظر في قلب أخيك الممزق؟ هل لا سألتني عما رأيت في ركاب سبط رسول الله؟ أنت ذهبت إلى الحرب ورأيت ما رأيت، أما أنا فلم أذهب لكنني رأيت. لا والله، لم تر وحدة ابن رسول الله وغربته في وطنه، لم تر كيف هجم الكوفيون على فسطاطه طمعا في الغنائم، وسحبوا حتى سجادته من تحت رجليه. يكفي أني رأيت وحدة أبيه علي بن أبي طالب، وقد رأيت كيف هجم الكوفيون شاهرين سيوفهم لقتله. أنت لم تعرف أهل العراق كما عرفتهم أنا، لقد ركب معاوية وابن العاص مركب الجهل والهمجية وخاضا حرب صفين وقد انتصرا. العراق احتل منذ اللحظة التي رفعت فيها المصاحف بمكر معاوية وابن العاص. لقد مزق خنجر أحد الخوارج فخذ سبط رسول الله في الصباط. مختار، أرجو أن لا يكون ذلك الخنجر مسموما، فتكون حياة ابن رسول الله في خطر. يا ملهم الصبر صبرا، قسما بهذه النعمة كنت أعلم عاقبة هذه الحرب وأنها ستنتهي بفضيحة الكوفيين. وهل نقلتم سيد الحسن من صباط إلى الكوفة؟ أمره نفسه أن ينقل إلى القصر الأبيض في المدائن، قال أوصلوني عند سعيد بن مسعود الثقفي فإن ثقتي فيه كبيرة ولن تأتيني منه الخيانة. أن هذا الرجل من ذوي المناصب من العرب. يبدو أنه كذلك، ولكن ما المشكلة يا ترى؟ أكثر ظني أن العراقيين قد هزموا. نعم، معاوية هذا إن لم يفتح العراق لن يهدأ له بال. نعم، أما احتلال المدائن فليمت في حسرته، وهل مات الأحامرة كي يحتلها؟
محمدا. الخليفة؟ يبدو أن الحسن بن علي قد أصيب بجرح في الساباط ليلة البارحة. لقد صار قتل الخلفاء عادة عند العرب، وهذه فرصة لمن يريد الفتك بهم. ومصيبته! ادركوا سبط رسول الله! حرضوا اهل المدائن على اعداء علي واولاده! الغوث ومحمدا! الأحامرة يقصدون إثارة الفتنة. حذاري حذاري، فقد يدمر هؤلاء الأعاجم الصباغون المدائن عليكم. محمدا! ماذا يجري؟ يبدو لي أن الخليفة جرح. وأخيرا أنجز الخوارج وعدهم بقتل معاوية، وقد بقي عمرو بن العاص. في أي واد أنت يا هذا؟ معاوية في جنته الخضراء بدمشق يحكم كالملوك. هذا المجروح الذي هناك هو الحسن بن علي. سمعت أن معاوية وضع لمن يأتيه برأس الحسن 1000 دينار شامي وإحدى بناته جائزة. أيعقل هذا؟ وحقي ما أغلى رأس ابن علي. قل لي، لماذا لم ينقل الخليفة إلى الكوفة؟ ماذا أقول لك؟ أظن أن المدائن أكثر أمنا من الكوفة. مهما كان، فالعجم أكثر وفاء من أبناء قبائل الكوفة المتعددة. أتعلم شيئا؟ إن استمرت الأوضاع على هذه الحال فلا حاجة إلى هجوم الشاميين على المدائن، فمنذ الغد سيتقاتل العرب والعجم فيها. للأسف كانت سوقنا تروج وكسبنا يزيد. يا سيد شباب أهل الجنة، روحي فداء لمقدمك المبارك. لقد سمعت بما جرى عليك من الظلم، وإن القادة المقربين وغيرهم قد غرهم التماع ذهب معاوية فخانوا وخذلوك. سيدي، أنا سعيد بن مسعود الثقفي والي المدائن الحالي. أنا ممتن لكم أن رأيتموني موضع ثقتكم، تفضلوا على الرحب والسعة، لقد نورتم القصر الأبيض. ضعوا أقدامكم على نواظرنا. لقد نزف كثيرا يا سيدي، أخشى أن يكون الخنجر مسموما ويقضي على سيد الحسن، فهذا خطر. نحن بحاجة إلى طبيب حاذق، فلتعجل قبل فوات الأوان وإلا أصابه مكروه. الطبيب حاضر والفراش جاهز، تعال يا.
الظالم ماذا تفعل؟ مهلا أيها القائد، كادت يدي ترتعش من هيبة صيحتك. أنا أعتذر منك أيها الطبيب، في الواقع لقد فقدت السيطرة على نفسي فتوهمت أنك أنت ذلك الضارب. أنت متعب جدا ومصاب بالتوهم، حقك أيها القائد، أوصيك بقسط من الراحة وكثير من التوكل، فلن يكون إلا ما كتب الله لنا. أجل أجل أجل. حقا هذا صحيح. أجل. لماذا أنت هنا يا كيان؟ قل لي، هل جئت لاستعراض وفائك لي أم جئت لتحتقرني؟ حاشا، بل جئت كي أوقظ فيك أسد العرب النائم. أنت عزة العرب وحميتها، جئت كي أستثير العاصفة في بحر حميتك. من أجل ماذا؟ لنصرة الحسن بن علي. ليس من المروءة أن يبقى سبط النبي وحيدا وأنت مشغول بحقلك وقمحك. وأنتم ماذا فعلتم وقد كنتم معه هناك؟ هل تقيس نفسك بأمثالي يا أبا إسحاق؟ أنت المختار بن عبيد الثقفي، القائد الذي فتح بلاد فارس، وهل من عربي لا يعرف أبا عبيد الثقفي أو لم يسمع به؟ أين الثرى من الثريا يا مختار؟ وهل تتوقع فعل معجزة من شخص فارسي لا مكانة له أو لأصله بين العرب؟ نعم، أتوقع إعجاز خندق سلمان. لماذا لم تكن كسلمان الفارسي إلى جانب ابن رسول الله يا كيان؟ العربي اليوم مختلف عما كان عليه في زمن الرسول يا مختار. إذن لا تعمد إلى دق مسمارك في الحجر. اسمعني يا كيان، اسم أبي عبيد لا يعني لهذا الإنسان العربي اليوم أي شيء. وهل من شهرة تراها أكثر من أن تكون صاحب ذي الفقار وقالع باب خيبر؟ إن هؤلاء الناس لم يرحموا فيما مضى ابن عم رسول الله وصهره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إن إغراء الذهب الشامي وخداع أهل تلك الديار ذهبا بعقول وإيمان العراقيين. الكوفي هو اليوم أشبه ما يكون ببعير مربوط أو مشلول واقع في الوحل لا تهزه صيحات أمثالي. اذهب اذهب، فالأفضل لي أن أكون فلاحا مثمرا وليس محاربا فاشلا. مختار، هذا يكفي. تكلمنا بما فيه الكفاية ولم نتوصل إلى أي نتيجة. صداقتنا في مكانها وطريقان مختلفان. مختار، عدو جائر خير من صديق خاذل. سهم العدو يصيب الجسم وسهم الصديق يصيب الفؤاد. جرح وحدة سبط رسول الله أكثر عمقا من جرح خنجر جراح ابن سنان. والله كنت مستعدا كي ألاقي منك إجابة تكون بلسما على جرح غربة سيدنا الحسن بن علي، لكن يا للأسف يا للأسف. أين لنا اليوم لؤلؤ أسنان المصطفى؟ أين الرأس المفضوخ من علي المرتضى؟
أين غربة فاطمة الزهراء؟ أيها الناس قصوا الشعور، شقوا الجيوب، صبوا الدمع دما، اعثوا التراب على الرؤوس، ومصيبتاه من هذا الجرح الدامي في قلب رسول الله. ألغوا ثواب محمدا. اسمعوني أيها الإخوة، اسمعوا، اسمعوني جيدا. الجراح التي أدمت قلب سيد الحسن لن يداويها هذا الصراخ ولا هذا العويل. إن أولئك القادة من جيش سيد الحسن الذين قد باعوا شرف ولائهم بذهاب معاوية، وكانوا يدعون أنهم من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هم الذين بايعوا ابنه الحسن بالخلافة ثم شجعوه على الحرب، وعندما لمع الذهب لهم أداروا ظهورهم للعدو وسلوا سيوفهم ضد الإمام، ثم هاجموا على فسطاطه وانتهبوا ما فيه من غنائم، ولم يسلم شيء أبدا حتى إنهم استولوا على سجادته. مثل هؤلاء الطامعين وعبيد الذهب كمثل قوم بني إسرائيل وعجل السامري. على هؤلاء يصدق الحديث النبوي الشريف القائل: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال، إن الظلم الذي مضى على الإمام الحسن سيجلب على هؤلاء اللعنة والطعن الدائمين إلى يوم القيامة. والمصائب لا تنتهي بهذا، أي مصيبة أتتنا؟ إخوتي، تعرض ابن بنت رسول الله الإمام الحسن في الليلة الماضية إلى طعنة نكراء بخنجر، والمدائن اليوم لها الفخر أنها تستضيف سبط النبي الجريح. لهذا اسمعوني جيدا، أرجو ألا تكون المدائن كالكوفة في الجفاء والخذلان لكي لا تبقى وصمة عار عليكم إلى الأبد. تحلوا بالصبر ولا يستفزكم أحد، والجموا الغيظة بالصبر كي تفشلوا خطط الأعداء ومكائد هؤلاء الشاميين. نعم، هؤلاء الشاميين، وإن جنود معاوية وعمر بن العاص قد دخلوا بثياب مبدلة ليثيروا الفتنة بين المسلمين، كانوا عربا أو من الأعاجم وبين الأمويين، ليجعلوا المدائن غير آمنة لصبت رسول الله. لا يخدعكم أحد بأكاذيبه. أيها الإخوة، هذا الوالي نصبه علي بن أبي طالب ثم أبقاه ابنه الحسن في هذا المنصب، وأهل المدائن يشمون فيه رائحة من الوالي السابق، ذلك العارف لابس الصوف، وهو صانع سلاسل الخوص سلمان الفارسي. سماحة الوالي، نحن جنود لك نفديك بأرواحنا، مرنا بما تريد. أريد منكم الآن ألا تتجمعوا أمام القصر ولا تأتوا بأي حركة، كي لا تعرقلوا حركة الحرس ورجال الأمن والمسؤولين. وأطلب منكم أن تكثروا من الدعاء، واصبروا يا قوم وصابروا، إن الله مع الصابرين إذا صبروا. إخوتي، الدعاء، الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ Yeah.
حنانة، كم تمسحين الأرض ذهابا وإيابا؟ أنا مضطربة ومشوشة يا سليمة، وقلبي يغلي كالقدر على النار. من تذوقك المخللات بين الحين والآخر نعرف أنك حامل. هل جننت لتتفوهي بهذه الترهات؟ ألا تستحين؟ أنا أرضعت عمر من لبني وهو محرم علي. محرم؟ دعك من هذا الرياء، أو تعرفين الحلال والحرام؟ أنت حنانة جئت يا عزيزتي، بالله عليك لماذا تأخرت؟ كأن المدينة قد ضربها زلزال، الفوضى عارمة. نعم زلزال يا وردتي، وهل ما يجري هنا أقل؟ الخليفة جريح في مدينة الأعاجم، وطبيعي ما يحدث. كنت أخشى عليك من تعرض الغوغائيين. لقد حصل، اجترأ علي أحدهم قاصدا سواري فضربته وشججت رأسه. حقا؟ بحقي عليك؟ نعم صدقيني. أنت تمتلكين قلب أسد. أنا ابنة كاسر الفيلة، ابنة فاتح بلاد فارس، ابنة أبي عبيد الثقفي، أخت المختار. ولو كان لي قلب دجاجة لرأيت عشرة فراخ تتصايح ورائي. هذا صحيح، وهذا ما جعل عمر بن سعد يحوم حولك عزيزتي، وهذا أمر مفهوم الأسباب. فصيد لبوءة جريئة وجميلة مثلك لا يقدر عليه أي كان. لا تنسي أن لبوءة الأسد تختار صيادها بنفسها. سلمت لك يا ابنتي سلمت، أنا لست آتية إلى هنا للمجادلة، أنا آتية من قبل عمر. وأنا كل آذان صاغية. تعالي. النيل من الحسن يعني بلوغ الأمان وامتلاك السلطة والجاه والقوة أيضا، يعني أن عمر سيكون ملك العراق وأنت تصبحين سيدة العراق. كم هو ملعون عمر هذا خالتي، يريد مني أن أقدم له رأس الحسن على طبق من ذهب. ما الذي تقولينه يا جارية؟ إن الجائزة التي وضعها معاوية لرأس الحسن بن علي جعلت المئات من أمثال ابن ملجم يلهثون طمعا في الحصول على الجائزة، وهذه فرصتكما. وماذا علي أن أفعل؟ حاولي ألا تجعل المختار يدخل ميدان الحرب وحسب يا عزيزتي. لكن المختار لن يدخل الميدان. وإن أصر عمك سعيد؟ لقد حاول عمي قبل ذلك، لكن المختار لم يخضع له. لكن الوضع مختلف جدا هذه المرة، وقد تؤثر وحدة الحسن على المختار فتتحرك مشاعره فيدخل الميدان. لنفترض أن المختار أراد ذلك، كيف لي أن أردعه يا خالتي؟ استعيني بزوجة أخيك نارية، حبهما لا يزال مشتعلا. أنت تهمسين في أذن زوجة المختار فتقنعيها، وهي تترنم في أذن المختار بنغم الحب والعشق والهيام ناقلة ما تريدينه أنت إليه، والمختار يلين على الفور. أنا ونارية على قلب واحد. ما أروع حفل زفافك يا ملكة العرب، أنت هي العروس يا عزيزتي. حنانة، قد أنجزت كل شيء بالكلام صحيح، وأقمت حفل العرس بالتمام، فأين إذن حصتي من الحلوى؟ ما أرهف سمعك، إنه أشد حدة من لسانك اللاذع. وماذا سمعت غير العرس أيضا؟ التوبة، أصابني الله بالصمم إن سمعت غير موضوع العرس الذي تقيمينه هنا. النقود أين هي؟ نقود. خذي سليمة. أنا واثقة من أنك سمعت غير موضوع العرس، ولكن لعلمك إن أردت أن تنسجي من خيالك شيئا سيقطع عمر أذنيك ولسانك الطويل هذا، تذكري ذلك.
عيونهم شاخصة إلى يديك، فابذل ما في جهدك أرجوك. كلنا ننتظر شفاءه على يديك. إلهي بيض وجوهنا عند نبيك وآله. إلهي آمين. هو من أبرز الأطباء الحذاق في هذه الديار أيها القائد. إنه مثل أعلى في التواضع وطيبة النفس والسريرة والإعجاز في الطب. عفوا أيها الأمير، ذئاب الشام لديهم مثل يقول: إن لله عز وجل جنودا من عسل، وفي عسلها هذا سم مهلك، قطرة منه أودت بحياة القائد مالك الأشتر. أنت أيها الأمير موضع ثقة كبيرة، موضع ثقة لدى سيد الحسن، وقد سمعته يقول عنك، يقول إنك شخص يعتمد عليه في الظروف الصعبة. وليس هذا فقط، إنك دعامة قوية كذلك. نعم، دعامة قوية تقف ضد وساوس ساكني القصر الأخضر في دمشق. صدقني أيها الأمير، عليك أن تعرف أن اضطرابي وخشيتي على حياة سيدي هي من الحاشية، وأنا أخشى أن ينفذ أحد الطامعين في الجائزة في هذا القصر. ونعوذ بالله يضع قطرة من ذلك السم في طعام سيدي أو في مرهم جرحي مثلا. أيها الأمير، اضطرابك في محله. لقد تعرض سيد الحسن في الشهرين الماضيين إلى ضربات موجعة حتى من الأصدقاء الطامعين، لكن هذا الطبيب موثوق به جيدا، لا تخف أيها القائد. أما عن طعام سيدي فقبل أن يقدم إليه الطعام أذيقه للطباخ نفسه. أما بالنسبة لحراسة القصر فسيتولاها ابن أخي المختار، فهو جدير بالثناء وخليق بالثقة. لا أذاقك الله طعم الذل والغربة سيدي. أنا ذاهب لأتولى الإشراف على شؤون مرافقي سيد الحسن، أما أنت فابقى هنا. شريطة ألا يخل بعملي. حدث أمر ما؟ حسنا، أنا أصبت بالتوهم فتخيلت الطبيب هو الضارب نفسه. إذا كان كما تقول فلا بد أن نجعل من يعتني بك أيها القائد. حسنا، كن واثقا أيها الأمير، وكن متأكدا أنني سأسيطر على نفسي لكي أطرد الأوهام. حرارتك مرتفعة جدا، أنت مصاب بالحمى أيها القائد. مشتعل، جرحي عميق جدا من فرط ما شاهدت من الخيانة والجفاء. آتونا بطست من الماء البارد على الفور. تعال واخلع حذاء القائد أيها الجندي، اخلعوا عنه لباس حربه فورا، وضعوا رجليه في الماء. حدثتني نفسي أنك قادم. صحيح أنني قدمت، ولكن بلا سيف. متى تعلن المصالحة مع سيفك يا مختار؟ طالما أمثالك يأتمرون بأوامر عواطفهم بدل عقولهم سيبقى سيفي في غمده مثل صاحبه. تغيرت كثيرا يا أبا أسحاق. نعم، لقد نضج عقلي، وسوف أجعله يتحكم بي بدلا من قلبي. اعلم أن آداب القوة مختلفة عن آداب العبادة، والقائد الذي يدخل الحروب دون تدبر يعرض نفسه وجيشه للهلاك. أراك واقعا في ورطة مهولة يا أبا إسحاق. أن يغمد قائد سيفه ويقرر ألا يذهب إلى حرب خاسرة لا يعني أنه واقع في حبائل الشيطان. إن تجنب المهالك من الدين، من تعاليم القرآن،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل تتذكر عندما كنتم تعدون العدة تريدون الحرب وأنا غير مقتنع، وكنت قد أنذرتكم من أخطارها؟ لم تسمعوني، وقد غركم الكوفيون ناكثو البيع بأقوالهم المعسولة. إن مثلكم كمثل ذلك الذي رأى دبا في النهر فظن أنه قربة. اسمعني جيدا يا كيان، اعلم أنت والجميع أنني منذ اليوم لن أسل سيفي إلا عندما أصرخ بصوتي إلى الحرب. مختار، أخبرني أين كنت؟ إنه أوان الحصاد يا عم، وأنا أحصد القمح. زرعنا بفضل الله جاء سليما لا آفة فيه. أنا بواد وأنت بواد، بهذه الفوضى في سوق بيع الذمم، وفي هذه الظروف العصيبة التي تحيط بنا والتي تحيط بأهل البيت، هل من الإنصاف أن تنطوي على نفسك وتشتغل بالزرع؟ ألا شرحت له ما وقع على سيد الحسن من جراح يا كيان؟ نعم أيها الأمير، لكن متعة القمح والحصاد منعته من الإصغاء إلى ما حدث. كيف حال سيد الحسن؟ الجرح عميق يا كيان، وقد وصل الخنجر اللعين إلى العظم تماما، ولكن بفضل الله لم يكن الخنجر مسموما. أرجو عفوك يا عم، أنت تخاطبني وكأنني لا سمح الله قد اقترفت ذنبا كبيرا لا يغتفر. وهل الكد في الحلال من أجل المعاش أقل من الجهاد في سبيل الله تعالى؟ وأنا والحمد لله كنت مثمرا في هذا الكد، إلا أنني لم أكن أبدا مثل هؤلاء المحاربين في سبيل الله ولكن بلا ثمر. الكد لكسب الرزق نوع من الجهاد، ولكن ليس في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يريد فيها الأعداء اجتثاث شجرة الدين. أتعلم لماذا اختار سيد الحسن القصر الأبيض؟ أجل أعلم. لماذا جاء برأيك؟ لأنه واثق بك كل الثقة يا عمي. وهل هذا قليل؟ مع كل هذه الجراح المعنوية والجسيمة التي أصابت سيدنا ومولانا الحسن، جاءنا وخصنا بهذه المرتبة وجعلنا من خاصة المقربين واعتمد علينا بكل شيء. هذا يعني أننا أصبحنا في صف أهل بيت رسول الله. أليس من المؤسف أن نضيع هذه الفرصة الشريفة بحجة الحقل والزراعة؟ وما هو المطلوب مني الآن؟ أن تبقى متأهبا ولا تدر ظهرك للعدو، وشك لامة حربك، وخذ بقبضة سيفك وقف إلى جانب عمك كي تدحر العدو وترد كيد الشياطين إلى نحورهم وتنتصر عليهم. يا عم، دحر العدو في مثل هذه الظروف يحتاج إلى سيف يقطع أعناق الجهل كل الجهل، وأنا لا أمتلك هذا السيف. هل تريد أن تتخلى عن أمر الدفاع عن الحق في مثل هذا الموقف الحرج الذي جاء فيه الإمام الحسن يطلب العون منك؟ يا عم، أنت تكفلتني ورعيتني منذ قتل والدي وأنا في 13 من عمري، إذن فأنت لك علي حق الأبوة، ومن الواجب والأدب والإخلاص أيضا أن أمتثل إلى أوامرك سمعا وطاعة. ولكن يا عم، أنا الآن في سن 40، وأرجو أن تعاملني على قدر عقلي. إن ترك الميدان لمن عقد مع السيف عقد الأخوة لا شك في أنه هروب وجبن وعار، ولكن للحرب قواعد وأصول، والعقل يقول إذا اجتمع الذهب والدسيسة في سلطان الشيطان لم يبقى للسيف مكان، ولهذا
كان خوض هذه الحرب خطأ، والاستمرار بها خطأ بل أشد خطأ. أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. هل نطق الشيطان على لسانك يا بني؟ تقول هذا وكأن سيد الحسن لم يكن عالما بقواعد الحرب وأصولها، أو أنه لم يعرف العدو كما تعرفه أنت. إن سيد الحسن دخل الحرب رغما عنه، كما ترك أبوه علي حرب صفين في لحظات الانتصار مجبرا. لقد تجرع سيد الحسن مرارة الهزيمة والوحدة والغربة ليعلن للناس عن جهلهم وليحقن دماء المسلمين. والله يا مختار، لو اتخذت طلب المعيشة ذريعة لتنحيك عن الحرب، خير لك يا مختار من أن تشكك بعلم إمامك ودرايته. يا إلهي، هل هذا الشك من أمارات الهداية أم من علائم الضلالة؟ يا إلهي، أنا لم أطعمه لقمة حرام، فلماذا أثمرت شجرة عمري ثمرة مرة؟ الثمرة المرة خير من المسمومة. أنا أعلنت مصرحا عن رأيي يا عمي، وقد يكون الإشكال فيك لأنك أيها العم العزيز لم تعلمني الرياء. هل أنت مستعد أن تساعدني بإخلاص؟ ولهذا أنا الآن في القصر أمامك، تفضل وبلغني أوامرك. معاوية وضع 1000 دينار شامي وإحدى بناته أيضا لمن يقوم بقتل سيد الحسن. أتعرف ماذا يعني هذا؟ أجل، يعني أن معاوية بهذا جعل الكثيرين يلهثون وراء الجائزة، وأن أرض الله الواسعة أصبحت غير آمنة لابن رسول الله. من اليوم فصاعدا أصبح الحراس والخدم جنودا سريين لمعاوية ابن أبي سفيان. فماذا ستفعل؟ كيف تحافظ على سلامة الإمام بين كل هؤلاء الأعداء؟ إنه حمل ثقيل جدا، والحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، فكن أهلا واشدد حزما يا بني كي نخرج من هذا الامتحان منتصرين، ولا نكونن عند رسول الله خجلين. الذي تفكرين فيه؟ هل يتحقق هذا الحلم؟ المختار إذا عزم على أمر لن يردعه أحد. إذن أنت لا تعرفين أعجز الحب. الحب هو الذي يستطيع أن يكبل أسدا جامحا كالمختار. وماذا لو كان برق عيني نارية قد ضعف يا خالتي؟ ليست نارية بالمرأة القليلة يا ابنتي، كان لها منافسات. خذي مثلا، أنا إحداهن ولا أزال أحترق بنار الحسد منها. أحقا هذا؟
أنت أيضا كنت تحبين المختار؟ فارس كالمختار يحلم به جيش من سوداوات العيون من بنات العرب. اذهبي يا ابنتي، فالوقت قد فاتك. قولي لنارية، إياك أن تفك القيود من المختار، فقد تفقدينه. Thank you.
أكثر شيء أشاهد التلفزيون من الساعة 10 مساء. يعني تعتمد على نوعية البرامج اللي أشوفها في الليل تقريبا، يعني أثناء الليل أكثر، لأن أثناء النهار طبعا مشغول يعني في الأعمال اليومية. ساعات الليل أكثر، أوقات المساء طبعا بعد الشغل. والله طبعا بعد الدوام، إذا أكو كهرباء بالبيت بعد الدوام دا تابع حتى الساعة 12 والوحدة بالليل. تقريبا من 9 مساء للواحدة صباحا، إما الفترة الصباحية المبكرة أو المسائية غالبا. I think اللي هو تقريبا من الساعة 7 ل 10 بالليل. بفضل أشاهد التلفزيون واحد، لأنه اختلاف اهتمامات بتختلف عن اهتمامات باقي الأسرة. برفقة الأصحاب لكي يشاركهم، يعني نادرا، مش أوقات بحضر أفلام مع أولادي بس قليل يعني، برضو مش كثير. والله حسب، بس أنا وأصحابي أحلى بتكون. والله أنا بفضل دايما أقابل وحدي. مزبوط، حسب البرامج، مشاهدة الأفلام عادة بتكون مع أصدقاء، رفقة أصحابي، عائلتي، لأن احنا بصراحة يعني أغلب الأحيان هي البرامج أغلبها دينية، يعني هي توعية دينية. الشد النفسي مع البرنامج، البرامج السياسية أحبث أشوفها وحدي، كذلك البرامج الاجتماعية، المسلسلات أشوفها مع العائلة. بحب السينما بس ما يعني ما بقاش عندي وقت كافي، يعني بحب بفضل اتابع التلفزيون اكثر. سينما قليل، اكثر شيء بالبيت. نعم، اذهب بحدود مرتين في الشهر. انا بحب السينما جدا، اذهب الى دور السينما لبعض الوقت. بروح السينما وبحضر افلام اكشن. والله انا دائما اروح السينما، يعني تقريبا من يعني على الاقل مره واحده في الشهر. لا اذهب لانه ما في سينما. لا حتى السينمات ماكو، تعرف انت لو بابل ماكو شيء، يعني سينمات ماكو شيء مع العائله، ما ينظمون هذا الشيء، تروح تطلع تلفزيون قناة الدينية الباحة. والله دور السينما يعني أروح له في حال توفر الأفلام الجيدة. هو أنا ما كتير من متابعين السينما بشكل عام، بس بالمهرجان كتير بحب إنه بحسها تظاهرة حلوة، ليش الواحد ما يجي يحضرها يعني. إحنا سحاني بالعراق ماكو، بس كنا قبل إيه نروح. نحن تعرفنا على بعض قبل كم ساعة. لقوه هون حوالي الساعة 3:30. يبدو أنه الأهالي شكوا بالسيارة الواقفة وفوراً اتصلوا بالشرطة. هلأ لما اجت الشرطة فتشوا السيارة وشافوا جثة مسدودة هون. لما بتكون مصمم النظام الأمني لمتحف مجوهرات إيران، أكيد كتيرين رح يكون عندهم دافع لقتلك. لا تقرب على السيارة.
يا ريت بتبقى لك كم يوم بالبيت لحتى ترتاح لك شوي. ما بصير، هاي ايام حساسه كتير. يسلم بابا، انا كمان بدي اروح، انا ماني ولد صغير. اهلين فيك سهيل، كيفك اليوم؟ انت منيح؟ كرمال الله عطوني معلومه مفيده، هالمشرب عم يشتغل فينا ويعمل يلي بده اياه. وقف! بعد 3 ايام رح ينعرض بالمتحف لوح اثري ايراني بتعلق بحقوق الانسان تم استرجاعه من فرنسا مع مجموعه مجوهرات قديمه وهي ايرانيه نفيسه. تقدر توصل؟ الشرطه كانت هون. وقف عندك، خلي ايدك فوق. الذكاء الاسود. كن رجال والا انه انت سبب المشكله. كيفك عاطف؟ طمني عن صحتك، كيفها؟ الحمد لله، اللي بقيانين لك 6 أشهر مو أكثر. إيه تقريبا، منيح إني تعاونت معهم، هذا الشيء خفف لي من محكوميتي. بدي منك تجيب لي كندرتي المحطوطة بالكرسي الوراني. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به يأتي. خليني موت أحسن لي. سمح الله. 3 وزارات أعلى من محمولة السفينة، منطبقة للمقاييس. شرف معنا. لكن ليش منصور ما بيساوي شيء لحتى يطلعني من هون؟ هون في بمليار ليرة خيول. البابا كان عنده حمار يروح فيه على الشغل وسرقوه، أنا ما بعرف أركب. هالمصاري مو لإلك، بقى انتبه على حالك ولا تفكر كتير. أنا لازم أكون ملك زمان يا أستاذ. يا لطيف، هالولد شو عم يساوي فينا مقالب؟ قلت له إنه مستحيل أنا ويونس نكون الناس بين لبعض. أنا بقدر أغلبه هو وغيره. إذا بتكون مع منصور وبتشتغل منيح رح ترتاح من همومك. هلأ بدياك تروح على الإسطبل وتاخذ حصان وتتخيل عليه كيف ما بدك. بدياك بعد مدة تكون أحسن فارس. صدقني يا أبي، مو سهل علي فراقكم اليوم. هاي حال الدنيا، لازم تروح. أحبك خلافا لكل من لم أعرف، أحبك قدر كل الأزمنات التي لم أعشها بعد. لأجل عطر الخبز الساخن والثلج الذي يذوب، لأجل ذكرى الخطيئة الأولى، أحبك لأجل الحب. أحبك بدل كل الناس التي لم أحب. أحبك. بنعرف كل واحد من أي بلد، بس ما بنسأل عن ديانات وعرق الشخص التاني.
لو شو ما صار أنا واثقة فيك، أكيد ما رح تتغير. كنت مفكر عندك عقل كفاية لتفل فروخ. وين مشي؟ يا سباس، يا سباس. نعم؟ هيدي ستارة عم تعيط لي. بس أنا إلي معه شغل، شغلة مهمة كتير. أنا بكرهك من قلبي، بكره أطلع بوجهك. وعليك السلام. ولكن كما تعلم فالمسألة معقدة جدا، وللعثور على ما حصل اليوم بالذات فقد اضطر الأولاد إلى مراجعة ذكريات تعود لأكثر من 50 عاما. ليش ما عم تعبروا عن شكوككم وهواجسكم بخصوص الحادث بشكل علني وصريح؟ حياتك مهددة بالخطر. إن لم أكن مخطئا فالرجل يخفي وراءه أمرا كبيرا جدا. أنا ريد مدينة طوس تقع مدينة طوس على مسافة 20 كيلومترا من مدينة مشهد، وهي مدينة شهيرة لمقام شاعر الحماسة الإيراني الشهير أبو القاسم الفردوسي. فقد ولد الحكيم أبو القاسم الفردوسي سنة 329 للهجرة القمرية في قرية باز بالقرب من المدينة الحالية المسماة بطوس التي كانت تدعى في حينها تابران. وقد أنشد الفردوسي الشاهنامة، أكبر أثر حماسي في العالم، وهو في سن 40 مع بدايات الحرب، وأنجز هذا العمل الفريد خلال 30 عاما متتالية. وتعتبر شاهنامة الفردوسي بأبياتها 60,000 أكبر منظومة شعرية فارسيا تشمل تاريخ وسيرة الشعوب الإيرانية، وتحتوي في مضمونها على الحكم الأخلاقية والثقافية والعلمية، حيث تتجلى من خلالها قوة ودقة الأدب والثقافة الإيرانية، وتجعل من الفردوسي أحد الأركان الأربعة للأدب العالمي على مدى التاريخ. Thank you.
والمقام المشيد على قبر الفردوسي يشكل مزيجاً من الفن المعماري المعاصر وفن العمارة في العهد الأخميني، حيث رفع الستار عن هذا المبنى عام 1934، وذلك في الذكرى الألفية لهذا الشاعر الفريد. وقد جرت عليه ترميمات وإصلاحات معمارية إلى جانب توسيع البستان المحيط بالضريح دون المساس بالبناء الأصلي عام 1964، إذ باتت هذه المجموعة تشغل مساحة قدرها 57,000 متر مربع. استحوذ منها مبنى المقام مساحة 950 مترا مربعا، وقد بلغ طول كل ضلع من أضلاع البناء الأصلي للمقام 16 مترا، وكتب على جدار كل منها 12 بيتا من أبيات الشاهنامة وبخط النستعليق الإيراني ليحظى بها محبو الشعر والأدب. إن مرقد شاعر الحماسة الإيراني الشهير قد تم تصميم عمارته وما يحيط بها بشكل جميل جدا، حيث نقشت على حجر السلالم المؤدية إلى المرقد أبيات من قصص الشاهنامة. ويقع القبر في وسط المرآب، على جانبيه الشرقي والجنوبي 6 قطع من الحجر نقشت عليها مشاهد من قصص الشاهنامة الشهيرة، ومن تلك المشاهد مشهد الثور الحداد ومصارعة رستم للتنين وقتله، وعراك رستم مع الغول الأبيض، ووقوع زوجة الساحر في الشرك، وطلب رستم المساعدة من طائر العنقاء كي يهزم إسفنديار، ومن ثم معركة رستم مع ابنه سهراب. ويمثل الحكيم أبو القاسم الفردوسي دعامة الثقافة الإيرانية ورمزاً لرفعة الفن في إيران، وما الشاهنامة إلا أثر خالد لا يفنى، إذ ما زال بعد مضي 1000 عام يتميز بصلابة المكونات وقوة التصوير الأدبي، ويتمتع بسلاسة التعبير. ويقع متحف طوس والفردوسي على جانب من فناء هذه المجموعة، حيث تم افتتاحه عام 1940، ويشتمل على أجنحة مختلفة، حيث تعرض في هذا المتحف قطع أثرية وتاريخية إلى جانب آثار فنية كلوحات السجاد تستعرض في مضامينها قصصاً من الشاهنامة. كما تعرض في أجزاء خاصة من هذا المتحف لوحات مختلفة تعكس شخصيات وأحداثاً ذكرت في أشعار الشاهنامة، حيث أضفت على المكان لمحة خاصة. وفي نهاية المطاف هنالك لوحة خاصة يشخص من خلالها حكيم وشاعر أرض طوس.
نرجس، نرجس محتشم. بيت صغير بين الغيوم وامسك ايد مرتي وطلعها على الغيوم. ما بحس بيه البقى. اذا ما جوزتيني ما رح خليكي لا انت ولا امك ولا بيك ترتاحوا لحظه واحده بحياتكم كلها. حابب اني اكون سندك، عم تفهمي علي؟ عم فكر لان هالعريس درس ما بينسى بحياته. اذا بدك توقف بوجهي وتواجهني. لا إذا شايفة طريقتي غلط تصرفي أنت. قالت لي بدي الطلاق، قلت لها مثل ما بدي. خسرت التعب عليك، ما بتستاهل شيء. أنت واحد حرامي، واحد سرق. الظلم اللي شافته هيدي البنت ما رح تنساه بحياتها أبدا. لازم يصير بدك لحتى يصير. إذا أهلي اتطلقوا أنا ما بقى بدي روح على المدرسة. بدي ثبت له إنه أنا بقدر كون رجال. عم نعمل نصابي طايش رجال حرامي. زقفة لنعيمي. من أروع القصص الواقعية التي هزت المشاعر وحركت الأحاسيس، وقعت الحادثة بين أعز الأصدقاء، بل بمثابة أخوة. أهي جريمة أم انتحار؟ ما الدافع؟ ومن القاتل؟ وماذا سيظهره التحقيق؟ أحداث دراماتيكية مؤثرة تأخذك إلى حقيقة مفجعة ومفاجآت تصدمك في المسلسل الدرامي المرآة المكسورة. صناع السينما والدراما في العصر الحديث، مخرجون، ممثلون، كتاب ومسرحيون، نسلط الضوء عليهم، نتطرق إلى تجاربهم،
نسألهم عن النجاحات والإخفاقات في سينيراما. سينيراما وواقع الفن السابع